عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي ديزاد. اليوم الحصة تاعنا أنا نطلب زعمك من الأشقاء كل العرب يسكتوا علينا شوية برحمة الوالدين، يسكتوا علينا برحمة الوالدين، يسكتوا علينا خاطر على غير الجزائر، الجزائر محرز، الجزائر محرز، الجزائر واش راكم بغي؟ احنا رانا نلعبوا ولا كاع راكم تلعبوا؟ كل واحد يهضر على ليكيب تاعه. هيا بركاونا، هاينا نحشموا عينا منها، بركاو كل واحد يتبع خليعها لي بابا خلالو عقبه يطلع معاها. هاو دوما الجزائر، الجزائر الاعلام، هذا الاعلام ولا محلل المصري جاي بالماضي، ما يهموش ما يهموش ولا يخاف يلعب مع منتخبات قوية. يا ودي ويش تونا احنا نلعبو، انا نلعبو مع موريتانيا ومع المالي ومع تونس، هذو فرق قوية. ها نهضر لي نلعب مع طليان، نلعب مع الالمان، نلعب مع البرازيل، مع الارجنتين، هذو هنا يتبان لي ندي يتبان لي هذو بينو لي اندية يضربو على الطيحة. هذو تحوسوا انا ما كان والو، انا خلونا برحمة الوالدين، خلونا اقتلتونا هاي وفانيك. هذوك اللعابة تاوعنا كيما شفت انا ذاك يوسف عطال، بين نروحو غادي نروحو نجيبو كاس افريقيا ونروحو نروحو نجيبو كاس العالم. يا ودي اسكت، اسكت 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 اسكتوا بركامل من الهضرة هذيا، هذه الهضرة هي اللي جابتنا المشاكل. اسكتوا الناس قاعد يتفيزي فيكم، كاع الناس يتفيزي فيكم، اسكتوا. هاك تشوف كاليفيكاسيون لعب كونت زيمبابوي، لعبوا لك تقول لهم يلعبوا كونتر، لعبت كونت زومبيا، لعبت السكتوا السكتوا بارتي اللي تربحوها نسكتوا، بارتي اللي كي نروحوا في ماك نحضروا سكتونا. انا بغيتو ربي يعود ها كل واحد يلهب، يعني كل واحد يلهب اللي كبتاو. توانسه يهضروا على محرز، المصاروه يهضروا على محرز، الخليجيين على محرز، راويره جبتوها فيه بارمي لي 23 في التشكيله مكاشي، وزيد يعني كمركي ربع 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 بيوتا ومكاشي، وزيد ليكيب ناسيونال، ها ليكيب ناسيونال، ها الفريق وان. ايه رانا نلعب شارانا، رانا نلعبو بالعجايز، رانا نلعبو الناس حابسين. بن عمري راه حابسها في عام، في غولي راه في وي ماتش ما لعبش، عطالو بوداوي انا باين تكلى عليهم ول هما لكم موت، هما لكم. عندنا بدران وعندنا منا شا عندنا فرحات، شرا عندنا ما راه عندنا والو، عندنا دوخه راه كاين دوخه في الحراسه، ما راه عندنا والو. ودي سكتونا، ودي سكتونا، لا بغيتو ربي سكتونا، خلونا خلونا نروحو نبردو، لا بغيتو ربي. راكم على بالك هذا الضغط يديروه، هذا ضغط من ضغوطات، خاطر اللي لعبنا كوب دي كوب دافريك في مصر المصاروه غير الجزائر، الجزائر يديروا في ضغوطات، يدير لك على بالك يحطك اون بوينت وكما سيطير عليك، يدبر لك حوت كما سوي تيرو. ارزور واحكم حاج بزاف لي عاجبه، يقولوا كيما شكرا اخي العزيز، نتمنى تجي تزورنا في الجزائر. يا ودي انت يا ما عندك سكنه لهنا تعاوز يجي يزورك تا وي بيديره، وي بيديرو انت وين 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 انت؟ غير عرض غير خوك انت، معادي خوك 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 ود امك وبابك، ما تهدرش معاه، تعرف بيه مصري، تعرف بيه مصري انت، عرض غير خوك، عرض ابن عمك. الله العظيم هذو يديروا لينا ضغوطات، هذو هذو انتوما انتوما راكم غالطين، انتوما راكم غالطين جماعه، انتوما والله العظيم كاع حسابات يديروا فيهم، يعني هذو كما نامنش فيهم لي عايل لك لي قلع لك نجمه ودار لك راقصه هنايا كما تامنش فيه، لي كان يعايل لك في عايل لك في جدودك. الا عندك الدم حر غايضه تغيظك، الا ما عندكش الدم حر ما تغيظكش، علي نقولها لك خويا، الى دمك تاع الاحرار تغيظك نهار توانسه ولا الاخرين كسموهم صاروا ولا يعايروا فينا تغيظك، قال لك عندهم مليون ونص قزمه تغيظك، الى دمك حر، الى دمك ما شابا يندير لك، الى دمك دايرو ولا البول شابا يندير لك هنايا. اسمع قيلونا راه عملنا ماتشات قوية، المغرب عملنا ماتشات قوية، الجزائر كمان رغم انه عندها ولا مباراة بدون هزيمة وهي بطلة الأمم، في فكرة يقول لك ايه
يقول لك يا عم انا ما انا كنت واخد كاس الامم والسنه اللي فاتت ما انا كسبان وتاهلت، اقعد اعمل ماتشات وديه ممكن اتغلب او اخسر والجمهور يسخن عليا والاعلام. لا انا عاجبني جمال بالماضي انه ما بيهموش بالظبط، بيلعب ومع فرقه جامده جدا، وبيقدم مع كولومبيا ولعب مع المكسيك ال11 على العالم وبيلعب بره ملعبه وبيلعب في اوروبا. ما قالش بقى ده انا ممكن اخسر وايه والرقم القياسي بتاع ان انا 24 مباراه بدون هزيمه ما فيش الكلام ده عندهم خالص. يعني حطم رقم كوت ديفوار ومسك كولومبيا ماتش 3-0، ده ادى كولومبيا درس في كره القدم. فريق جزائري قالي كولومبيا فاتت بركاو انها الحوشه اللي جايه، الجزائر كانوا محرجين المكسيك في افريقيا، تقدر تفوز على اي منتخب داخل القاره الافريقيه وتقدر تعمل مباراه قويه جدا مع كبار كره القدم في العالم. يا كولومبيا راحت، كولومبيا في 2020 في 2019 لعبنا لهم، يا وراحت كولومبيا. حنا نحوسوا اللي جايه، ما تهضروا الناس اللي بغيتوا ربي. انتوما فانيك لعبتوا كونت البرازيل نسيتوا رواحكم، 2010 لعبتوا كاس القارات كونت البرازيل نسيتوا رواحكم، هاو جبدوا رواحكم كيف جبدوا غير الجزائر. قيلونا غاديكا روحوا، قيلونا روحوا، روحوا لا بغيتوا ربي قيلونا. فريق قوي جدا دلوقتي، هي رقم واحد في القاره رغم انها في التصنيف السنغال وتونس سبعه بس على الورق، لكن شو كي يضحكوا علينا. قال لك رقم واحد بصح الكلاسمون، غادي الكلاسمون راكم تحوسوا كيفاش كاع يخرجونا مع الخمس الاولى، راكم تحوسوا كيفاش يخرجونا مع الخمس الاولى، يخرجونا من السانكيام بلاس. شو قال لك؟ قال لك رغم ان نيجيريا وتونس والسنغال وكلش راهم الاولى بصح هي تبقى الورق، انا نامن بالورقه. اي يقول لك الثقه في الوثيقه، انا راني نشوف باللي نيجيريا نشوف السنغال وتونس ونيجيريا راهم قدامنا. غلط تقولوا لي، انا راني نشوف هادو قدامي. قال لك الثقه في الوثيقه، الثقه في الوثيقه. ولا راني غلط قولوا لي غلط سي محمد، هذه قولوها لي كيما هكا. انا ما يجيش يضحك عليا يقول لي رغم ان الاخرين برومي بصح على الورق. لا لا، الورقه هي تقول غدوه ان شاء الله لا بغات انا راني 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 برومي ولا راني ساكن، نروح نلعب لك الروتور عندك نلعب معهم. طيح قالوا لك الريه تاعك يطيروها لك الروتور عندهم، روح عندهم صاروا الروتور عندهم، روح مي كانوا رجاله. كان يقول لك عمرنا لا جبنا فيكتوار، جبنا التاهل لكاس العالم من مصر اخرت على كاين حنا عندنا لهنا صحافيين كيفاش يلعبوها لك. يقول لك اول مره بصح ما جبنا كاليفيكاسيون من مصر بشجاعه رجال كيما هكا لك هاك جمال بالماضي. يا ودي خلو جمال وخلو ليكيب ناسيونال ما تجبدوش علينا قيلونا اش كي دير. شوف في الطبيعه يا جماعه والرسمي الجزائر للامانه هي المنتخب الاقوى دلوقتي. احنا فين طيب دلوقتي؟ ومسك كولومبيا ماتش 3-0، ده ادى كولومبيا درس في كره القدم. فريق جزائري قوي جدا، والمكسيك لعبوا ب10، الجزائر كانوا محرجين المكسيك في افريقيا، تقدر تفوز على اي منتخب داخل القاره الافريقيه وتقدر تعمل مباراه قويه جدا مع كبار كره القدم. كيما ماجر مي كان يقول لهم محرز يجيبها كنت خايف من ماجر. والله لا خاف من الهدف، والله لا خاف من الهدف سبعه بس على الورق. لكن في الطبيعه يا جماعه والرسمي الجزائر للامانه هي المنتخب الاقوى دلوقتي. احنا فين طيب دلوقتي؟ احنا بندور على بس نشوف المؤجلات ونشوف الماتشات في الدوري ونشوف الدوري هيخلص امتى او هيكمل ولا لا، وبعدين نشوف المنتخب. انا عايز اعرف يعني المغرب البطوله فيها لم تنتهي، يعني عندها نفس ظروفك، هتلعب ماتشات وديه. طب ليه لم تستغل هذه الفتره انها يلعب منتخب مصر فيها ماتشات وديه؟ انا عايز اعرف والماتشات فيها تاجلت هذه الفتره بالظبط وتوقف الدوري. يعني انا يا ريت حتى اتلعبت تلاقي تاجلت، وبعدين نيجي في الاخر لا قدر الله لما نخسر او تحصل مشكله اصل احنا ما احتكناش الاحتكاك المطلوب. طب ما في ايدك انك تحتك. مين اللي خلاك ما تحتكش الاحتكاك؟ بعدين انا عايز اعرف يعني اللي قائم او اللي نظم بطوله الدوري المصري، انا شايف ان هو المفروض يسال والله يحاسب. ايه اللي بيحصل ده؟ انا بصراحه يعني بالنسبه لمانشستر سيتي وتشيلسي ما بشجعش حد فيهم، وعشان كده كنت مستمتع اكتر. يعني يا ريت حتى احنا فين طيب دلوقتي؟ احنا بندور على منتخب مصر فين؟ بس نشوف المؤجلات ونشوف المكسيك في افريقيا انه ما بيهموش بالظبط، وبيلعبوا مع فرقه جامده جدا وبيقدم الدوليه للفرق
تونس عامله ماتشات قويه، الجزائر عامله ماتشات قويه، المغرب عامله ماتشات قويه. الجزائر كمان رغم انه عندها ولا مباراه بدون هزيمه وهي بطله الامم، في فكر يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم انا ما انا كنت واخد كاس الامم والسنه اللي فاتت ما انا كسبان وتاهلت، اقعد اعمل ماتشات وديه ممكن اتغلب او اخسر والجمهور يسخن عليا والاعلام. لا انا عاجبني جمال بالماضي انه ما بيهموش يلعب ومع فرقه جامده جدا، بيلعب مع كولومبيا ولعب مع المكسيك ال11 على العالم وبيلعب بره ملعبه وبيلعب في اوروبا، وبالتالي هو عامل مباراه جامده، راح يلعب تونس في تونس، ما قالش بقى ده انا ممكن اخسر وايه والرقم القياسي بتاع ان انا 24 مباراه بدون هزيمه ما فيش الكلام ده عندهم خالص. يعني حطم رقم كوت ديفوار ومسك كولومبيا ماتش 3-0، ده ادى كولومبيا درس في كره القدم. فريق جزائري قوي جدا، والمكسيك لعبوا ب10، الجزائر كانوا محرجين المكسيك في افريقيا، تقدر تفوز على اي منتخب داخل القاره الافريقيه وتقدر تعمل مباراه قويه جدا مع كبار كره القدم في العالم. فريق قوي جدا لغايه دلوقتي، هي رقم واحد في القاره رغم انها في التصنيف السنغال وتونس سبعه بس على الورق، لكن في الطبيعه يا جماعه والرسمي الجزائر للامانه هي المنتخب الاقوى دلوقتي. احنا فين احنا بندور على منتخب مصر فين؟ بس نشوف المؤجل والله ما كاش اللي فعل واستاتيت كيما هادو. انا نقول لكم والله ما كان هذا اخر شيء داروه ولا